واعلم أن من أسباب تفريج الكرب، كل واحد منا بيمر عليه كربة وتجيه ضيقة ويجيه فقر ويجيه مرض ويجيه دين ويجيه انفلات الدنيا عليه، من أكبر ما يجعل الهموم تندك عنك والهموم ترحل عنك، والغنى يأتي بعد الفقر والعافية تأتي بعد المرض، أن يكون لك أعمال لا يعلمها حتى أهلك في بيتك، فإذا ضاقت عليك الأرض سألت الله بصالح عملك. اللهم إني كفلت يتيما، هذا مثال، يا ربي لي 20 عام أكفل الأيتام والأرامل، لا يعلم بذلك إلا أنت، اللهم إن كنت قد كفلتهم خالصا لك وأنت تعلم ذلك ففرج ما أنا فيه، يفرج كربك فورا، يفرج كربك فورا. والدليل على ذلك 3 الذين آواهم المبيت إلى غار، أحدهم سأل الله ببر الوالدين، والثاني بعفافه من الزنا بابنة عمه، والثالث بأمانته يوم أن رد المال إلى أجير ظن أن ماله لا يعود إليه، ما كان أحد يدري عنهم وما كان الناس ينظرون إليهم، وما فيه كاميرات مثل بعضنا، إذا أراد يقبل يد أمه صور يد أمه، هذه يد الغالية وقبلها، يا أخي هي غالية وانت رخيص، أنت رخيص إذا أعلنت عملك وبديت قدام الناس تظهر عملك، هذا رخص في البر. أو تبرعنا اليوم في جمعية كذا وكذا ويسور الوصل، جزاه الله خير، نسأل الله القبول، نسأل الله أن يعطيك توحيد ويعطيك خفاء كما أعطاك المال. أختم وقد انتهى الوقت، من الأعمال التي تستطيع أن تختفي بها، ابحث عن أرملة وأعطها جزءا من راتبك ولا يعلم، ابحث عن يتيم تصدق عليه دون أن يعلم أحد، ضع مصحفا كل شهر في مسجد والناس لا يعلمون عنك، اسق الماء وعب الثلاجات في المساجد ولا يدرون أين المال منه، انشر العلم الشرعي، انشر المقاطع الخيرة، الأعمال كثيرة، الشرط فيها إياك أن يعلم الخلق عنك، وانفرد بخالقك وحده فهو الذي سيكافئك.